السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الشيخ كان في لي اخ يعني فبيعمل يعني افطار بيفكر الناس على الدايري وكده في رمضان. ايوه. لقيت ناس من صحابي فبيكلموه بيقولوا لي يعني في حاجات اولى ممكن مثلا نشوف حد محتاج اكل او يحتاج كذا، بس هو على طول متعود يعمل كده ايه افطار صائم ويعني ميه بلح وكده ويصلوا للناس على الدايري. فبيقولوا في حاجات تانية اولى. في كل الخير. يعني هل يعني ما فيهوش اي حاجه اللي هو يعمل كده؟ هو ملتحي يعني لا احسن يعلو للاسلام في كل الخير. نعم